الو، السلام عليكم عزيزي فلاون، خوتنا في الجزائر. بغيت نهضركم على الموضوع هذاك تاع اللي راه يتم الان بعد ايقاف سعيد بوتفليقه وتوفيق وطرطعك. احسن ما فعل نقولوا حنايا هو انه قام بايقاف هذا الناس هذو وتحويلهم الى العداله العسكريه، حتى لو ان سعيد مش عسكري لكن ارتكب جريمة في حق الشعب، انه تآمر على الشعب والوطن والأمن الوطني مع مخابرات أجنبية اللي هي تمثل في الداخلية الفرنسية أو البوليس سكرات فرنسيس، انها مؤامرة ضد الوطن. أحسن ما فعل جيت سالح أنه أقام بإيقافهم، لأنهم كانوا ممكن يمدوا لنا مشكلة كبيرة، وممكن تكون المشكلة أنهم يعلنوا حرب أهلية بين الجزائريين. الحمد لله أنه قام بهم، قلنا له لازم يعمل المستحيل باش يقوم بإيقافهم بسرعة، لأنهم ما تهمهمش، لأنه ممكن كان يديرون مشاكل وتوقع فورا في الشعب، ولا عن طريق المخابرات اللي كان يقودها طرطاق ممكن كانت تعملنا مشكلة. خير خير ما اختل في هذه، لكن السؤال الوجيه يعني لازم إيقاف كل العصابة، وما معنى بذلك أن العصابة اللي تمثل مثلا في سلال، سلال كان على رأس الحكومة لمدة 7 سنين أو أكثر، غير أنه كان مسؤول وكان والي في التيارت وكان والي في يا ربي قلت لك في التيارت في تامر راست ولا عين صالح ولا كن هكا. هذا الإنسان ارتكب أكبر جرائم اقتصادية في الجزائر، لأنه في وقته في المدة هذيك تاع 7 سنين اللي كان هو مسؤول الأول وزير الأول، هي وقعت اختلاسات كبيرة كبيرة، لأنه الدرهم هذيك لابيريود هي اللي كان فيها الدولار غالي، كان الحق حتى 140 دولار. هذيك اللي ولا يسرق هو اللي كان يقول في هذيك الخرجة تاع البهلوانية، كان يقول أعطي الدرهم يزوجوا يديروا عروسات يزودوا في الموسيقى باتستروكسو صافي دير يسون فوت سي دو لارجون دو ليتا. بصح موراها هو كان يعطي حقيقة، كان يعطوا لونساج وهذوك شوية محنة باش يعرفوا هما يضربوا الضربة الكبيرة اللي يضربوها بالدولار ما يضربوهاش بالدينار خالصه. هذا الناس لازم يتوقفوا، سلال الغول وكاع ما حواليهم، كي نقول ما حواليهم يعني من ولات من في وقتهم من الناس اللي كانوا في لابيان، اللي راهم كانوا حتى الآن راهم ممثلين تاع لابيان في كل الولايات. هذو سرقوا كثير، هذو سرقوا ملايين الدولار، تكلل حق تل 10,000 مليار سنتيم، 10,000 مليار سنتيم راهي في مليار دولار. كيما جويها معسكر هذا الصحراوي هذا تاع لابيان، إلا بقي 1 مليار دولار، وكان عبد الصمار كان جبد عليه وكان داخل الحراك باش ينسي الشعب في هذه الصور. سيدي معنا لازم نحرز روحنا منهم، ولكن لازم القاق القبض عليهم بأسرع سرعة. هذا شكون اللي عطاه الأموال مثلا هذا تاع لابيان تاع ماسكارا، شكون اللي عطاه الأموال باش خرجها من الجزائر ودار مزرعة في السودان، مزرعة في السودان وسماها مزرعة عبد العزيز. سبحان الله، يخونوا دراهم الجزائر بس يزودوهم في الجنوس الأخرين. هذو ارتكبوا جرائم اقتصادية اللي القانون يعاقب عليها حطرتش، ولا تقول الموت خسارة فيهم، الموت خسارة فيهم، باسكو يسمحوا نفوسهم يدوا دراهم من بلادهم، يخسرقوهم من بلادهم، معرق الشهداء ودم الشهداء.
ويخلوا المساكين الناس تهرب تموت في البحار باش يدوهم يزودوهم في جنوس وقت اخرين. هذو لازم يتوقفوا باقصى سرعه، وكلهم كلهم حتى لو كانوا 150 200 300 هما ممكن تتعدى حتى 1000 3000 انسان، لكن كل انسان تقبضوه راكم توفروا للجزائر على الاقل 1000 مليار. ايماجيني فو كل انسان تقبضوه من هذو على الاقل على الاقل ادى 1000 مليار. هذه كيدخل الخزينه، هذه زياده في الاقتصاد الوطني، وهذه غدو ان شاء الله سيكيل فو فير يفو لانفستير. لانفستير باغ اكزومبل في الحاجه اللي بالخف تدخل الدراهم، باسكو حنا داخلين على ازمه، البترول تاعنا راه يقل، السعر تاعها ماهوش كيما لازم، عندنا تحديات، لازم الدراهم هذو اللي يولوا اذا كان قدروا يردوهم مثلا في مده تاع 3 اشهر 4 اشهر ويردوا منهم نصيب. يلفو لي زانفستيغ خاصة الفلاحة في الصحراء اللي هي اللي ممكن تتعد 3 سيزون، دير 3 سيزون، خلينا ندورو حنا سيدي غير 2 سيزون، كي القمح ولا الزرع ولا كنا هكا تزرع زوج خطرات وتكون عندك الوفرة. أولا توفر لنفسك للاستعمال الداخلي، والزيادة سيدي للجزائر تنجم تبيعه وتمسك الأسواق حتى تنجم تدخل الأسواق هي الأولى. قبل نقولوا حنا لي زوروبيان هذوك ما يوجدهم الفلاحة تاعهم اللي القمح هذو، تقول الجزائر يكون اوريدي واجد، يكون واجد ويكون بأسعار متينة، باسكو الزراعة تاعنا ولا القمح تاعنا له قيمة غذائية لا لها كيما نقولوا حنا فاريتي كواليتي اللي هي ممتازة. وكي يدخل السوق ينافس، وخاصة إذا دخل في السوق الأول هو لو برومي كي يتان لو مارشي انترناسيونال، هو يدخل الأول باسكو ينباع باسكو الآخرين مازال ما وجدهمش. وهذا اللي ما كانتش باغيتها فرنسا يوقع في الجزائر، باش نقعدو دائما نتابع لها دعم، وعارفين إنه الفلاحة تاعنا في الجزائر توجد مبكرة مبكرة، وهذه المبكرة تقتلهم هما باسكو الغالب هذه أمر الله، المطار والسمش وهذه على حساب اللي تلحقهم. احنا كل شيء بالخف، احنا كي توجد ناس سلعتنا وندخلوا على مارشي انترناسيونال هما ما عندهم ما يبغوا، من بعد يقولوا يحاولوا فينا بالك باش ما ندخلوش سلعتنا. اما لهنا هذه اللي فرنسا دائما ما كانتش باغيتها توقع في الجزائر، هي مي كانت هنا وكانت دير هذاك الشيء، كانت تشتغل ودير الفلاحة وتوزع وتبع توكل فرنسا وتوكل حتى لوروب، بصح من رزقنا الجزائر. هذه اللي باش تعرفوه، وخاصة ان فلوسها مثلا بسرعة، وخاصة والفايدة دائما الفايدة تاع المداخيل تاع المداخيل تاع الدولة لازم يستغلوها في اماكنها في اماكنها. مثلا السياحة، السياحة كي شغل عندك ابار